السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين ومشاهدين في الدنيا. وجيت لكم بفيديو جديد. الفيديو النهاردة السلاحف الفأس الجميلة وهي بتاكل، قد ايه جميلة وقد ايه ممتعة وهي بتاكل. سبحان الله شكلها رائع، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، من كل عين ومن كل شر ومن كل سوء. بجد لذاذ جدا وطعمين قوي، وانا فرحانة بيهم وشكلهم بجد جميل قوي وهم بياكلوا. بسم الله ما شاء الله. هنا طبعا انا قطعت لهم خيار، وزي ما قلت لحضراتكم انا استنيت لما البطن بتاعتهم نشفت خالص، وبعدين ابتديت اقدم لهم الاكل. بس هنا في معاناة شوية، هم شامين ريحة الخيار. طبعا ريحة الخيار نفاذة. هو المفروض انا اقطعه اصغر من كده، انا عاملاه يعني انا بشراه، بس البشر كبير شوية عشان انا مكبرة الكاميرا خالص، هم حجمهم صغير فانا مكبرة الكاميرا عشان يبقوا الشكل واضح يعني وهم بياكلوا كده. فانا ما قدمت لهم خيار وابتدوا ياكلوا، كنت سعيدة جدا وفرحانة قوي، كان شكلهم جميل قوي وهم بياكلوا. بسم الله ما شاء الله. وكمان لون الصدفة بتاعهم ابتدى يبان، شبه السلحفة بتاعت السنة اللي فاتت، نفس لون الصدفة ما شاء الله. وكمان الصدفة بتاعتهم على شكل قلب، جميلة قوي وطعمين قوي ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم بجد لذاذ قوي. يعني انا سعيدة جدا بيهم، حاسة ان هم هدية، وحاسة ان هم حاجة يعني هدية كده من رب العالمين، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. بجد شكلهم جميل قوي هم بياكلوا. طيب انا جالي اسئلة بقى في موضوع السلاحف الفأس. طبعا اول ما السلاحف بتفقس من البيضة، ويمكن انا قلت الكلام ده في اكتر من فيديو قبل كده، بس هقوله تاني عشان اللي عنده سلاحف لسه فأس. تمام. اول حاجة بنشوف كيس التغذية ده، ان بطنها ناشفة ولا موجود كيس التغذية. لو بطنها ناشفة بنقدم لها مية الاول، وبعد كده بنبتدي نقدم لها الاكل قطع صغيرة خالص. هو ده كمان شوفوا، برغم ان انا بشرة الخيار بس يعتبر كمان قطعة كبيرة بالنسبة لهم، لان هم بقهم صغنن خالص وحجمهم صغير جدا يعني. تمام. فاما لو كيس التغذية موجود، بستنى لما بطنهم تنشف خالص عشان يمتصوا الكيس ده على يعني اكبر قدر ممكن يمتصوه، وبعد كده ببتدي بقى اقدم لهم الاكل المبشور زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا انا لسه مش قدمت لهم كالسيوم، بس ان شاء الله هقدم لهم كالسيوم في الفيديوهات اللي جاية. انا بس مرضتش احطه عشان ما يرفضوش الاكل، قلت احط لهم الخيار، حط لهم جرجير قعدوا يشموا فيه وحاولوا ياكلوا منه، وكلوا حاجات بسيطة قوي. اما الخيار ما شاء الله زي ما زقزوق وزقزوقة بيحبوه، هما كمان ما شاء الله لقيتهم اول ما حطيت لهم خيار شموا ريحته وابتدوا يدقوه وابتدوا ياكلوا زي ما حضراتكم كده شفتوا في الفيديو. فاحنا نستنى عليهم ونصبر. وطبعا هما بياكلوا حاجات صغيرة جدا لان طبعا حجمهم صغير. بصوا بقى المعاناة، المشكلة لما واحدة بتيجي تاكل بتمشي عشان تجيب القطعة اللي عايز تاكلها، فبتسحب التانية معاها، هي دي بس المشكلة. فانا بحاول ايه اقرب لهم الاكل كل شوية من بقهم، ان شاء الله يكبروا ويتعودوا ويتأقلموا ان هما اتنين مش واحد. وسبحان الله يعني ربنا قادر على كل شيء، وادام ربنا خلقهم كده اكيد هيقدرهم ان هما يقدروا يتأقلموا ويعيشوا. شايفين السلحفة التانية شطورة، مسكت الخيارة بايدها اهي وعمالة تحاول تاكل فيها، بس برضو بتاكل على الهواء. ما شاء الله طعمين قوي بجد، يعني بسم الله ما شاء الله. يمكن الفيديو مش مبين جمالهم ولا طعمتهم قد الحقيقة. الحقيقة بجد تحبي تبصي عليهم عفوا، وطول ما الواحد بيبص عليهم فعلا بيقعد يذكر الله. يعني بجد انا بقعد اتأمل كده، انا لو مش حصل عندي الفيديو ده يمكن ما كنتش اصدق يعني ان ممكن بيضة تطلع سلحفتين بالشكل ده. سبحان الله. بس طبعا ربنا على كل شيء قدير، وربنا ليه حكمة في كل شيء. وبجد هرجع واقول تاني، انا فرحانة بيهم جدا. انا كنت فرحانة بالسلحفة اللي فاتت، بس فرحانة بدول اكتر كمان، لاني حاسة ان هم مميزين قوي
وهو في بتحصل يعني حصل موضوع ان الالتصاق ده بيحصل كتير جدا في الحيوانات وفي البشر وفي الزواحف وفي كل حاجة سبحان الله يعني. بس ايه، انا برضو حاسة ان هي بتحصل بس مش كتير يعني، مش كتير يعني. فالحمد لله ان ربنا كرمني بسلحفتين جمال زي دول ولزاز زي دول، بجد ممتعين جدا وشكلهم تحبوا تتفرجوا عليهم وهما بياكلوا وهما بيمشوا وهما بيتحركوا، بجد يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني. طبعا انا لما باجي اكلهم مش قدام الكاميرا، بقرب الاكل، ببتدي ايه امسك الاكل انا بايدي واقربه من بقهم، فهما بيشموا الريحة وبيبتدوا ياكلوه. فتمام، بس انا عشان ماسكه الموبايل دلوقتي وعشان كمان انا مكبره الكاميرا، فما باجي امد ايدي بتبان ان ايدي ضخمه قوي يعني في الكاميرا. هنا بقى واحده عايزه تمشي بتجر التانية، هي دي بس المشكله. بس هما مع الوقت هيتاقلموا يعني، هيبتدوا يعني ايه يتاقلموا مع بعض ويقدروا ايه يتكيفوا مع بعض ما شاء الله. كمان الصدفة ابتدت تفرد، كانت الأول مطبقة حسيتها بتفرد شوية، شايفين؟ ومش عارفة أنا حاسة إن يعني ده اللي فاتح بقه عمال بياكل، ده راسه أكبر شوية من السلحفة التانية، حتى الصدفة أكبر شوية، الإيدين أتخن شوية سبحان الله. وبسم الله ما شاء الله نشيط يعني، حاساه ذكر مش عارفة، وحاسه التانية انثى لانها هاديه شويه، بس الله اعلم بقى، لان الصدفه مشتركه فبالتالي صعب ان احنا ان انا احدد هي هما ايه جنسهم ايه يعني، هل ذكر وانثى ولا ايه بالظبط. فعلى العموم انا مش هيفرق معايا، لان طبعا مش هينفع يحصل تزاوج ما بينهم، او حتى لو ذكر تاني انا مش هينفع خالص يعني. فانا هحافظ عليهم على قد ما اقدر، وربنا يبارك فيهم ويطول في عمرهم ويفضلوا منورين كده الفيديوهات جميل بتاعتي بطعامتهم وطلتهم وطريقة اكلهم المختلفة، طريقة مشيتهم، حركاتهم، بجد يعني انا سعيدة جدا بيهم. وطبعا في اطفال كتير اتفرجوا على الفيديو الاولاني بتاع الفأس، وطبعا صعبوا عليهم السلاحف عشان واحدة بتقول، بس ده شيء عادي وطبيعي يعني، ما يزعلش ولا يضايق ابدا، لا هي ده ربنا ليه حكمة في كل شيء، وكون ربنا خلقهم كده اكيد ليه حكمة في شيء الله اعلم. فانا بجد سعيدة بيهم. بصوا بدل ما تتفرجوا على سلحفة هتتفرجوا على سلحفتين سبحان الله. وعلى فكرة لقيتهم عملوا حمام مية، بس طبعا البراز لا لسه ما عملهوش، بس لقيتهم بيعملوا حمام مية، فعرفت بقى الحمد لله ان الامعاء شغالة كويس، وكمان فتحة الاخراج يعني، فالحمد لله والشكر لله رب العالمين. انا هرجع واقول مبسوطة منهم، و يعني مش عارفة اقول لكم ايه بجد، والله عطايا ربنا جميلة وكتيرة وربنا بيعوض، وانا حاسة ان ربنا بعتهم لي بيعوضني عن السلاحف السلحفة اللي فاتت يعني اللي ماتت، كانت نفس الصدفة وكان نفس الجمال كده، وربنا يحفظ دول من كل سوء ومن كل شر يا رب. طبعا بالنسبة لبيض السلاحف لسه ما فقس الباقي، معرفش عشان طبعا درجة الحرارة كانت عالية قوي السنة دي ودرجة الرطوبة، وانا سايباهم في البلكونة، فمعرفش بقى، انا برضو مش هتدخل وهستنى واشوف يعني هما هيطلعوا هيفقسوا على ايه. السلاحف دي تقريبا كده فقست على يعني 95 يوم تمام، اما البيض التاني لسه ما فقس، فهنشوف كده بقى، ربنا كريم يكرمنا، انا راضية باي حاجة ربنا يكتبها، والحمد لله والشكر لله على كل شيء. وطبعا بشكركم جدا لحسن متابعتكم، وكمان عايزة كله يدعي لهم دايما، ما تشوفوا الفيديوهات بتاعتهم تدعوا لهم ان ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، ويفضلوا كده منورين القناة عندي باستمرار، مع طبعا زقزوق وزقزوق الأصل طبعا وزيزي، وربنا يحفظ سلاحفنا كلها يا رب، يحفظها من كل سوء ومن كل شر. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب فيديوهاتي تنال إعجاب حضراتكم، وإذا عشتوا كان لي عمر انتظروني في فيديوهات أكتر وأكتر. بحبكم في الله، باي باي.